من سوريا إلى أوكرانيا، المجرم الأرهابي القذر نفسه بوتين روسيا، صمتوا عنه في سوريا فذهبت أطماعه إلى أوكرانيا، صمتوا عنه وهو يلوغ في دماء السوريين فراح يهدد الأوروبيين. ولو أنهم وضعوا له حدا هنا بدعم الثوار حتى يمرغوا أنفه بالتراب لما واجههم هناك. نقول تحية لثوار سوريا الذين بسلاح بسيط ببنادق خفيفة صمدوا سنوات طوال أمام وحشية روسيا فيما دول كبرى بكل ترسانتها العسكرية من طائرات ومدرعات وجيوش وجحافل انكسرت أمامه بساعات. تحية لثوار سوريا الذين واجهوا مع روسيا إيران وميليشياتها وعصابات المجرم بشار الخنزير، لم تضعوا له حدا لهذا المجرم بشار الكلب ابن الكلب الذي قتل ودمر، بل أرسلتم له عبر الأمم المتحدة المساعدات فراح يرسل لكم الموت عبر شحنات المخدرات. لم تضعوا له حد هنا، بل أردتم أن تعيدوا معه العلاقات فراح يزيد علاقته بكل ميليشيات الإرهاب من الحوثي وحزب الله وروسيا وأذنابها. نقول لكم إلى متى يا دول العالم إذا أردتم أن تدعوا غواصة حوثي في التراب وفي الأطحال وتهديدات خامنئي تحت الأقدام؟ ما عليكم إلا أن تدعموا ثوار سوريا الذين هم قادرون على ذلك، الذين أسمعوا العالم أجمع أنهم ببنادق خفيفة كسروا وواجهوا أساطير كبيرة بروسيا ولا يزالون يقارعون. حقا على العالم أجمع أن يقف باحترام لثوار الشعب السوري الذين واجهوا ببنادقهم كل غطاسة روسيا ولم ينهزموا وسينتصرون بإذن الله. عاشت سوريا حرة أبية، ويسقط الأسد وبوتين وخامنئي ونسل الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله.